المسائل الثلاث معنا لندن انتتي. هذه المسائل الثلاث هي تقريبا انواع التوحيد الثلاثه معنا لندتي دو بنغولا لك كانجي ونوني توحيد تاتفو. المساله الاولى فيها افراد الله سبحانه وتعالى بالربوبيه وبالاسماء والصفات، هذه الاولى معنا لندن ارنغال قوتي نقول الله سبحانه وتعالى امورد تاغونغو كاجما إلا ماكو صفاتي ماكو تيمودي. نعم. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك في عبادته. معنا لندل ديمانغال قوتي نقول الله سبحانه وتعالى يمر ديمانغ الله ويلتاكي نيو هيرتي نيو ورانتي نوني كانكو إيغوتو غو ديوال معنا نيو شركانتي ديوال ماكوغال ونا أنباجو ونا ملايكاجو ونا وليجو. نعم. المسألة الثالثة أن المسلم لابد يتبرأ من الشرك وأهله، لابد أن يتميز عن المشركين. نعم. معنا لندل تمانغا كو بيتو نتانكي وندي وقتوتو ندي وقتوتو وندو دي نتو أون شركنا الله سبحانه وتعالى ندي وسندو نيرتا إقاء أون ما كفي دو الله سبحانه وتعالى يبرأ بقلبه إقرار واعتراف أن كل ما عليه الكفار كفر وضلال. هنور واتا ونيرده وقتا قول كونا قوانغا كان معنا كونا توحيدكم كبرني ما وانت في با وانت ما كلا ما كو موانا إلا والتوحيد أنك ميري وان أتوقيتو أنك جمع هفراء بين فوق يبرأ بلساني يصرح بلساني وما أنا من المشركين ودي فنينا كدك دنجا المور وانت ما وكان كو وقتك كو كوريت كون الله سبحانه وتعالى وإن من مجياك إمر بين شركة ربي الله سبحانه وتعالى يتبرأ بجوارح لا يشارك الكفار في عياد في احتفالات في طقوس في الشركيات في البدع أوتي وقتو كان هيفرا بين كان يشركو بين فو إمور تري ما كور هون وون دون وتاوتاكي ما بي إمور إيدي ما بين كان يما إيه نون ديف ما بين فو أوتي وقتو دون هلا أوبس. كيف نتعامل مع غير المسلمين، مع اليهود، مع النصارى، مع البوذيين، مع المجوس، كيف نتعامل معهم؟ كو هون نقول له نيرتين إمور يهود النصارى كان يما إيه بيرو بسانا موج هون نقول له نيرتين ما بي. الناس في التعامل معهم انقسموا ثلاثة أقسام، طرفين ووسط. معنى قولون دير قول يمبي بين كو بيتش تاتي وامبي إيدو وامبي سيرا كان يومي قوت وردو حقون دي. قسم يتعرض للكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال معنى فتر قولو توم بين انكو يارو قول هيفي راق بين كو وارو قول بجاتو قول جولي ماق بين. وقسم يشارك الكفار في عيادهم وطقوسهم واحتفالاتهم وفي لباسهم حتى تظن أنه واحد منهم نسأل الله عليه السلام. فكر الإمرنة أنهم يجلون رهيف رابين هي متابع نوني إيدي جي مابين كجما حاجة جي مابين ها سكة وندم كانكو كوي مابيا وتوا. نعم. والصحيح القسم الوسط ما نكو سل يقولون الإم بتشي تدفوك وفكر وند حقون لين فكر حقون إيرنة نفي لهم بالعهود لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال ما نا هنهم بيد أنا رهيف رابين إن هن عادي جي مقبلين ونا يوروا ونا يجت جولة مقبلين ومع هذا لا نشاركهم في عياد واحتفالاتهم إنه هن لا رفي ينتوي تودي مقبلين مرد عادا جي مقبلين كجمع الدين جي مقبلين كجمع إيه نون جي دين مقبكا ندعوهم إلى الله نودم بنيون سنجلي بنتون كو ند بفارق الدين الله سبحانه وتعالى نخاف عليهم من النار نقول والله أنتم إذا بقيتم على ما أنتم عليه ومتم على هذا فأنتم مخلدين خلود أبد في النار هول بنيرم إمبر ييتة إن بلت ستيوني وما يئت أندو كوكا وندو يمون أندو هاري ودو ديكو لطو بييتة نريد لكم الخير نحب لكم الخير وهو الدخول في دين النبينا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يوم مؤجر هون وندو مؤجر كوناتو قولوك دين إسلام دين نلا صلى الله عليه وسلم ننصح والله لكم كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم ولا نغش معنا من لا بناي أريد كون الله صلى الله عليه وسلم أريد من جم فتاكو كما يغش بعض الناس ويقول لا أنتم على خير وأنتم كذا وكذا هذا من الغش الذي لا يرضى أحد من المسلمين أن يقول به والله أعلم كون وم بون وم بون وارد نوم نجيل ندير ما بين إن أنهم كوي مؤيرة وندم كوي مؤيرة وندم كوي دينا كوي دينا قوم كوي نديمورم تندو وندم كوي جم فالقلب نوم بارك كوي دينا إسلام ودينا قوم كام